بسم الله الرحمن الرحيم. هذه عبارة السلسلة من 3 حلقات راح تكون عبارة عن حل مسائل شابتر 23، مسائل مقترحة. فراح أبدأ بالجزء الأول، يكون هو عبارة عن حل مسائل على القوة والمجال الكهربائي لشحنات نقطية. الجزء الثاني راح يكون عن continuous distribution، وآخر فرع عن الحركة الشحنة في مجال منتظم. خلينا نبدأ بسؤال مثل سؤال رقم 11 ونحاول نفهم أموره. السؤال بيقول إن في عندنا 3 شحنات نقطية، واحدة مقدارها زائد 6 نانوكولوم، واحدة زائد 5 نانوكولوم، وفي عندنا واحدة مقدارها ناقص 3 نانوكولوم. المسافات مثل ما هي معطاة 0.3 متر ما بين الشحنات الموجبة وما بين الموجودة عند الأوريجن والشحنة السالبة 1/10 من المتر، وبده مقدار واتجاه القوة الكهربائية على الشحن الموجودة في الأوريجن. خلينا نبدأ الحل. أول شيء عندنا مجموعة من الشحنات، فإحنا بقدر أقول إن القوة المؤثرة على هذه الشحنة الموجودة الأوريجن هي جاية، خلينا نلاحظ هاي الشحنة الموجبة، عندنا هون كمان شحنة موجبة وهذه الشحنة السالبة. أول شيء هذه الشحنة الموجبة رايح تنفر هذه الشحنة الموجبة، تنفرها بهذا الاتجاه وتأثر عليها بقوة، خلينا نسمي هذا القوة F1. ومقدار هذه القوة إذا بدنا نيجي نحطها F1 هي عبارة عن ثابت اللي هو K، بمقدار الشحنة الأولانية اللي هي 6 × 10^-9، لأنه النانو 10^-9، مضروب بالشحنة الثانية اللي هي 5 × 10^-9 على المسافة ما بينات التربيع والمسافة ما بينات اللي هي 0.3 تربيع. طبعا لازم نتحول كل شيء للوحدات الام كي اس، يعني لو كانت بالسنتي بنحولها للمتر. نشوف الشحنة السالبة، الشحنة السالبة راح تجذبها في هذا الاتجاه، هل نسميها F2. مقدار F2 هذه راح تكون هي عبارة عن ثابت K، إذا تتذكروا هذا ثابت K فنحطه هون، هي عبارة عن 9 × 10^9 مضروبة في شحنات هذول الثنتين، واحدة مقدارها 5 × 10^-9، الثانية مقدارها، لأنه نتحدث عن مقدار هنا الاتجاه انتهينا منه، مقدارها 3 × 10^-9 على المسافة التربيع اللي هي 0.1 تربيع. هسه إذا بنلاحظ القوة، في واحدة موجودة على محور السينات السالب، واحدة موجودة على محور السادات السالب، فأنا بقدر أقول إن القوة اللي تكونت عندنا هي عبارة عن Fx باتجاه الآي زائد Fy باتجاه الجي، لكن Fx باتجاه هي كقيمة بالاتجاه السالب والFy كقيمة باتجاه السالب، فهي إحنا بنقدر نقول إنه F عندنا هي عبارة عن ناقص هذا المقدار اللي هو ماينس F1 باتجاه الآي ماينس F2 باتجاه الجي. إذا بدنا كقيمة F ما هي إلا تحت الجذر F1 سكوير زائد F2 سكوير. إذا بدنا الاتجاه أول شيء لازم نلاحظ أنها موجودة على بالمحور الثالث، يعني في عندنا هاي القوة F1 وفي عندنا F2 محصلة راح تكون موجودة بالمستوى الثالث، فبقدر أقول أنه إذا سمينا هاي الزاوية اللي هنا ثيتا، فراح يكون عندنا تان ثيتا يساوي المقابل، هذا المقابل، لكن المقابل هذا طوله اللي هو F2 على المجاور اللي هو F1، منها بنوجد ثيتا اللي هي عبارة عن تان انفرس للمقدار. هسه هذه ثيتا تميل عن محور السينات السالب، فإذا كان السؤال بيطلب منك إنه قديش مقدار الزاوية التي تميل عن محور السينات الموجب، معناها هذه لازم نضيف لها كمان 180 درجة. طبعا هذا السؤال نقدر نفكر به بطريقة ثانية. عندنا احنا هذه الشحنة موجبة، وعندنا هنا نقطة هاي الأوريجن،
وعندنا هنا الشحن السالبة، وهي المسافة 0.3، هاي المسافة اللي هنا اللي هي 0.1. نقدر نقول ليش تنحل القوة، ليش ما أوجد أول شيء المجال عند هذه النقطة؟ كيف بدي أوجد المجال؟ بدي أفرض أنه في عندنا شحنة مقدارها 1 كولوم، نفس الشيء هاي الموجبة راح تنفرها بهذا الاتجاه، هذه إيه المجال الكهربائي الناتج من الشحنة الموجبة، ونفس الشيء بالنسبة للشحنة السالبة راح تجذبها فراح يكون بهذا الاتجاه اللي راح نسميها E2. فبقدر أحسب المجال لأنه فيش داعي إني أعمل حاصل ضرب شحنتين نقطيتين، لأنه إذا بتتذكروا خلينا نشوف الإشارة الموجبة، الموجبة 6 والسالب ناقص 3، هاي قيمتها 6 نانو وهاي كولوم هاي قيمتها 3 نانو كولوم. فبقدر أقول إنه E1 عبارة عن K اللي هي 9 مضروبة في 10^9 مضروب في مقدار الشحنة اللي هي 6 في 10^-9، وهذا الهدف لاحظوا انه هي 10^-9 راحت مباشرة مع 10^9 على 0.3 تربيع، يعني 3/10 من الربح بيكون 9%، يعني 9 مضروب في 10^-2، 9 راحت مع 9 وبطلع الجواب عندنا عبارة عن 600 نيوتن بير كولوم. نفس الشيء بنقدر نحسب E2 اللي هي عبارة عن 9 في 10^9، هذا الثابت مضروب في مقدار الشحنة اللي هي 3 في 10^-9 على المسافة تربيع اللي هي 1 في 10^-2، هذه راحت مع هذه وبطلع عندنا 3 في 9 = 27، يعني 2700 نيوتن بير كولوم. بقدر أقول إيه هنا هالسيات ما هي إلا تحت الجذب، نفس الشيء لأنه في عندنا فقط مركبتين، واحد على السين وواحد على الصادي، E1 سكوير زائد E2 سكوير. إذا بدي أوجد القوة بقول أنا بدي أوجد القوة اللي إجت من هذول المجال على هذه الشحنة الموجودة بالأوريجن. إذا بدي تتذكر الشحنة الموجودة بالأوريجن مقدارها 5، إذا كل ما هنالك بقول F تساوي Q مضروبة في E وتساوي 5 مضروبة في 10^-9 مضروبة في المجال E اللي احنا حسبناه من هذه العلاقة. نروح على السؤال الثاني. السؤال هو سؤال رقم 33، بقول انه في عندنا كرة صغيرة مقدارها 2 جرام او 3.2 جرام موجودة في مجال كهربائي مقداره 1 في 10^3 نيوتن بير كولوم، وهذه الكتلة عليها الشحنة بحيث لما تأثرت بالمجال الكهربائي تحركت وعملت زاوية مقدارها 15 مع العمودي، والسؤال قديش مقدار الشحنة الموجودة. طبعا أول سؤال الواحد بيسأله هل الشحنة موجبة ولا السالبة؟ تذكروا دائما الشحنة الموجبة تتحرك مع خطوط المجال، لأنه إذا تتذكروا قلنا إذا كان هاي خطوط المجال في هذا الشكل، الخطوط المجال دائما من الموجب إلى السالب، فبالتالي إذا كان في عندنا شحنة موجبة هذه اللي على اليسار راح تنفرها واللي على اليمين راح تجذبها فراح تتحرك مع المجال، وإذا كانت الشحنة عندنا سالبة راح تجذبها بهذا الاتجاه، إذا الشحنة السالبة تتحرك عكس خطوط المجال الكهربائي. كونه هذه تحركت مع خطوط المجال الكهربائي إذن الشحنة موجبة. هسه في عندنا هذا الخيط بهذا الشكل وفي عندنا كتلة وموجود عليه الشحنة اللي احنا نوجدها، هذه الشحنة موجودة في مجال كهربائي إذن تتأثر بقوة كهربائية، هذه القوة الكهربائية نسميها FE، وهذا الخيط راح يكون في عندنا الشد، والكتلة الموجودة هنا لها كتلة مقدارها 2 تؤثر عليها إلى أسفل MG. إذا كل ما هنالك بنعمل تحليل مركبات، إذا كانت هذه الزاوية 15 معناها هذه الزاوية اللي هنا هي عبارة عن 15، فبالتالي بقدر نحلل T مع الزاوية، يكون في عندنا T كوساين 15 وبعكس الزاوية راح يكون في عندنا T ساين 15. عندنا الاف اي اللي هي عبارة عن كيو مضروبة في اي
وإلى أسفل في عندنا أم في جي. كون النظام بيقول إنه متزن، إذا القوة على محور السينات تساوي الصفر، يعني القوة اللي على اليمين تساوي القوة اللي على اليسار، والقوة إلى أعلى تساوي القوة إلى أسفل، لأنه في عندنا إكوليبريوم. فبقدر أقول إنه في عندنا T كوساين 15 يساوي M في G، وعندنا T ساين 15 يساوي Q مضروبة في E. خلينا نقسم المعادلة الثانية على المعادلة الأولى، T مع T بتروح، ساين 15 على كوساين 15 عبارة عن تان 15 يساوي Q في E على M في G. إذا Q تساوي MG على E في تان 15، وكل ما هنالك ظل علينا نعوض أرقام. السؤال الثاني الموجود نفس الفكرة، اللهم أنه E مش موجودة على محور السينات، ولكن E هنا موجودة بقدر حلها على محور السينات ومحور السادات. كل ما هنالك خلينا نأخذ E كقيمة، نأخذ E كقيمة عندنا هاي، آسف، عندنا هاي الإي بهذا الشكل، وعندنا الشحنة موجودة هنا، إذا هنا تتأثر قوة مقدارها كيو في إي. راح هذه القوة نحللها مركبة سينية أف إكس ومركبة صادية اللي هي أف واي، هذه عبارة عن كيو في إي واي، وهذه عبارة عن كيو مضروبة في اف اكس عبارة عن كيو مضروبة في اي اكس. وبالسؤال هو معطينا، بالسؤال معطينا قديش قيمة اي اكس ومعطينا قديش قيمة اي واي، فالسؤال صار بس بسيط جدا. هيك بنكون خلصنا الجزء الاول، نراكم قريبا ان شاء الله بالجزء الثاني.